السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني في الحلم والذي وقع في مدينة جوهانسبرغ في 2007 في مؤتمر مكافحة مرض الإيدز من وجهة نظر الإسلام. كنا قد نظمنا في الإغاثة الإسلامية هذا المؤتمر الذي حضره أكثر من 150 شخصية إسلامية من العالم كله وبعض الشخصيات أخرى والمسيحية منها مؤسسة الرؤية العالمية اللي هي World Vision. الواقعة الأولى في إحدى الجلسات تطلق الحاضرين والمحاضر إلى وجهة نظر الإسلام في المشاكل الاجتماعية التي تصدر عن معاناة المصابين بهذا الداء العضال. وبعد انتهاء الحاضرين قام أحد القساوسة وكان أصله من سوريا وتعرض لبعض الأمور الفقهية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متوقع أن يرد عليه أحد الحاضرين وكان انتقاده فج وفظ ومثير للجدل. فتركناه يتحدث إلى أن انتهى وفي الوقت هذا تقرب مني بعض الحضور من المسلمين لكي يواجهونه فلم أستجيب لهم وذهبت مباشرة إلى المنصة إلى جانب المسؤول عن إدارة هذه الجلسة هامسا في أذني برجاء إنهاء الجلسة دون السماح لأحد بالرد على هذا الشخص. فانتهت الجلسة على سلام وفي سلام. بعدها ذهبت إلى كل الحاضرين من الضيوف قائلا لهم رجاء أهملوا هذا الشخص ولا تعروه انتباه. الواقعة الثانية حضرت أيضا في إحدى جلسات نفس المؤتمر مؤتمر الإيدز وكنا قد كلفنا مسؤولي ورش العمل النقاشية الجانبية بأن يأتوا كي يطلعون على نتائج نقاشاتهم وكان هناك أربعة منهم على المنصة وكان منهم عربيا أردنيا من يعيش في كندا. فسألته وكان يجلس إلى جانبي أأنت رئيس جلسة ورشة عمل؟ قال نعم. وكانت تجلس إلى جواره زميلة له من كندا وعلى يسار الأستاذ هارون رئيس ورشة عمل أخرى. فتحدثت زميلته ولم نكن نعرف أن هناك ترتيبا قد بويد له بليل بين المرأة وزميلها الذي كان يجلس إلى جواره وطلب مني التحدث فأعطيته الفرصة. فبدأ الحديث قال إنني منذ أتيت وأنا خائفا على حياتي بينكم فأنا مثلي عربي مسلم وأخشى ألا أخرج من هذه القاعة حيا. ثم بدأ يتكلم عن حقوقه كمثلي وأنا أستمع وأرى في وجوه الحاضرين نظرات كانت تعصف بالمؤتمر وتؤيده قبل أن يولد وتحول إلى مشاجرات أو مشدات كلامية بالأيدي. فتفحصت الوجوه ونظرت إلى من كانوا رافعين أيديهم مبتسما ابتسامة مهدئة ففهمني أغلبهم والحمد لله. وحين فرغ هذا الشخص قلت له هل انتهيت؟ قال نعم. فقلت الأستاذ هارون بعده كلمتك من فضلك فتحدث وكأن شيئا لم يكن. وحدث أن صرت أيضا أنا وزملائي بين الحاضرين قائلين لهم ألا تعرضوا له على الإطلاق. وفي اليوم التالي حدثت مفاجأة كبرى في أحد الجرائد الإلكترونية التي كانت تدعم الأمم المتحدة وجدناها تتحدث عن ما قاله هذا الشخص بالليلة الماضية وأن زميلته كانت تجلس إلى جواره كانت تشد على يديه تشجيعا له وخوفا عليه ولم تكن هذه الجريدة الإلكترونية كانت تصدر من أبو ظبي عادلة. إذن فهو أمر كان قد دبر له بليل واكتشفنا فيما بعد أنه لم يكن رئيس أي جلسة من جلسات النقاش الجانبية. الواقعة الثالثة في نفس المؤتمر لم أكن حاضرها ودخلت علينا مجموعة من النسوة الشابات تمسك كل واحدة منهن يد زميلتها قائلات للحاضرين نحن مثليات حتى أن بعضهن قمنا باحتضان البعض الآخر وتقبيل بعضهن لبعض والحمد لله لم يتعرض لهن أحد. كل هذه الأشياء جعلت مني وجعلت من الحاضرين أن يتوخوا الحذر والحلم في التعامل في مثل هذه المواقف الصعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.